يبدو أن مدينة شرشال الساحلية الساحرة تلهم أبناءها بجمالها فتدفعهم للإبداع في فنون الغناء والطرب، إذ يعتبر الطابع الأندلسي أحد أهم الفنون التي يتعلق بها أبناء وعذراوات المدينة الرومانية، فأي تناقض ذاك يحمل عبق الحضارات. من صغري وانا نسمعها صافي حبيتها وتربيت عليها صافي كنت حابه ندخل فيها نتعلمها اكثر. العائله تاع الام الجد هو كان موسيقي والخال وكاع صافي من هذاك المحيط. الاب تاعي كان ينشط ولكن ليس في الموسيقى الاندلسيه، في الموسيقى الشعبيه. وانا ملي كنت صغيره حبيت الموسيقى الاندلسيه ومعايا الاخ تاعي ثاني والاخت الصغيره ثاني. نشط في الموسيقى الصنعه، موسيقى الحوزي، موسيقى العربي، ونديرو دي ريبيتيسيون اون فوا بار سيمان دو فوا بار سيمان. وشاركنا في عده نشاطات منها مهرجانات محليه وطنيه، وكذلك على مستوى كانت عندنا دعوه في القنصليه الجزائريه لمدينه اسطنبول، وشاركنا مؤخرا في مدينة تونس مهرجان مغاربي. توارث أبناء المدينة للنوبات الطابع الأندلسي أبا عن جد، وإتقانهم في أدائها جعلهم يحيون الأمسيات الصيفية في الساحات العمومية والمراكز الثقافية، كما لا يتوانون في إطراب الحاضرين في مختلف الحفلات والتظاهرات. فكم هي جميلة علاقة أبناء المدينة العريقة بالطرب وخاصة الأندلسي، والأجمل أن هنالك جيلا لا زال يحفظ التراث بما فيه.